سلم لي عالي وقل له اني بسلم عالي، بوس لي عيني وقل له اني ببوس عيني، انت يلي بتسأل عالي سلم لي عالي سلم. العيون مش فجأة بينتسوا، ضحكات عيونه ثابتين ما بينقصوا. العيون مش فجأة بينتسوا، ضحكات عيونه ثابتين ما بينقصوا. مدري شو بو وبعرف شو بو، مطبوعة بذاكرته لا تبحثوا، عم تبحثوا ما تبحثوا ما تبحثوا ما تبحثوا. وسلم لي عالي وقل له اني بسلم عالي، وبوس لي عيني هو ومفتح عيني، وانت يلي بتسأل عالي سلم لي عالي سلم. الله. كان ليكي تجربة ناجحة في المسرح، عملتي رصاصة في القلب. ليه ما مثلتيش السينما؟ لسه نصيبي ما جاش في السينما، يعني نفسي. رغم ان انت ليكي تجربة ناجحة في التمثيل، لما قلنا الأغنية بتاعت شنطة سفر. مظبوط. يعني طبعا هي تجربة المسرح هي اللي تقدر تقول انها مش يعني بتشوف ان التمثيل بيعمل انتشار اكتر كمان، او تواجد اكتر للمطرب؟ ممكن طبعا، مفيش شك ممكن يضيف له كتير قوي، ممكن ياخد منه كتير قوي لو التجربة مش موزونة كويس يعني. لكن في اجندتك الموضوع؟ اتمنى. انغام، احنا في برنامجنا دايما وفي نهاية الحوار بطلب من كل ضيف ان هو يدعو الناس لعمل خير معين. تحب النهاردة تدعو الناس لإيه؟ ما تستغربش اللي هقوله، يعني أنا عارفة أن المصريين بالتحديد بيعملوا خير كتير قوي حقيقي، وهم أقرب الناس للخير، والخير في السر عندهم شيء غالي ومحترم جدا. إنما أنا بشوف أن احنا ناقصنا حاجة مهمة جدا، يعني غير الخير كتير اللي احنا بنعمله، نحن نبتسم في وش بعض حقيقي. اعتقد ان احنا لو عملنا كده الخير بجد هيبقى اكبر خير، اكبر خير، وهيبقى اعم، والدنيا هتهدى، وهنعرف نحل امورنا بهدوء وبسلاسه. فنتمنى من كل المصريين انهم يبتسموا في وش بعض، يرجعوا جيران تاني، يرجعوا بينهم بين بعض الجيره بتاعت زمان، الجار اللي بيصبح على جاره، الجار اللي بيعين جاره، اللي هو بيبقى أقرب من الأهل في بعض الأوقات، في أغلب الأوقات بيبقى أقرب من الأهل في شدة، في حادثة، في أي حاجة بتلجأ لجارك فورا. نفسي نرجع عاملين كده تاني، نفسي أتمنى أن أولادي بصراحة لما يكبروا يشوفوا الناس مبتسمة في وش بعض، يشوفوا مرور سلس، لأن احنا أوقات اللي بنصعب المرور على بعض أن احنا بنحاول نسبق بعض طول الوقت، وما فيش حد هيسبق وهيوصل في ميعاده، يعني كلنا هنوصل في الميعاد. بس ممكن الجيران يبتسموا في وش بعض، وممكن يسالوا على بعض، لكن ما يحكيش موضوع المرور. تخيل انه هيبقى صعب من كتر ما عمال يصعب كل يوم. عشان احنا بنصعبها على بعض. صحيح. حقيقي. انا سعيد جدا بوجودك النهارده في واحد من الناس. شرفتيني. الله يخليك. بجد انا سعيد جدا بيكي وبشكرك جدا. الف شكر. انا اللي مش الحوار ده، وعايزه اقول لك انه من الحوارات اللي حقيقي مختلفه اللي عملتها في حياتي. انا بشكرك جدا جدا. انت كمان انسانه مختلفه والناس كلها بتحبك. اشكرك. شكرا جدا يا عمر. كان معانا النهارده الفنانه الجميله الرقيقه انغام، في واحد من الناس.